عليكم كديري. المهم ما قدرتش تكون معاكم دابا، راه واحد معاك كاينين الناس بزاف غير كنا نمسكيو مع الناس اللي راكم عارفين الدار عمرها بزاف. واحد شويه ان شاء الله من هنا لواحد ساعتين ولا ثلاث سوايع غيكون واحد اللايف مع نعيمه، وقتكم نعيمه راه غتهضر معاكم وغتفسر لكم اي حاجه كان دازت وكيفاش وعلاش وكيفاش. الله يرحم لكم الوالدين المغاربه واليوتيوبرات اللي ما تعاونوش. الله يرحم لكم الوالدين. وانا خرجت محكوم عليا بخمس سنين لا بوالو، عفى عليا الملك. الله يرحم لكم الوالدين. الله يرحم لكم الوالدين. الله يرحم لكم الوالدين. الله يرحم لكم الوالدين. اللي يكون نعيمه دايره شي لايف، هذوك اللي كتبقاو تقولوا ليها وكتبقاو تشعلوا الحوافي راه حشومه. الله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم دابا. انا الصوت غادي تسرح نعيمه ان شاء الله وغتهضر معاكم. راه سيدنا نصره والله وطلقها، الله يخليه لينا ويخلي ليه العصره العلويه ديالو ويخلي ليه مولاي الحسن ولاله خديجه. والله يرحم لكم الوالدين. عاش الملك. عاش الملك. كلشي كيقول عاش الملك وعاش الملك ديما وعاش الحكومه. السلام عليكم نعيمه، راه غتسالي مع الناس وضروري غادي تتكلم معاكم. الله يرحم لكم الوالدين وشكرا لكم بزاف. وانا نعيمه انا ما طاري ليا والو، ما خديت لا خمس سنين لا حتى حاجه، وصبروا معايا. وكنشكر القنوات وكنشكر عمي تحفه وكنشكر لوبنا وكنشكركم كاملين. والله يرحم لكم الوالدين. وكنشكر قناه دير شوف تي في وكنشكر جميع المبرمجين الاعلاميه. كنشكر المغاربه خارج ارض الوطن، الناس ديال امريكا، الناس ديال فرنسا. وكنشكركم وي الحاجه اللي قلتي لهم اعتقلوني في بلاصه نعيمه. وكنشكر العالم كله. ها هي ما تشديوش عليا، راه باقا دايخه، منين عيطوا لي ما عرفتش. والله يرحم لكم الوالدين والله يسركم. وانا كاينه ما خديت لا خمس سنين لا والو. وعاش الملك. واليوم راه الملك صفق لي عفو ملكي. والله ينصركم والله يفجع عليكم. وانا رانا كنبقى بنتكم. وسمحوا لي الا غلطت، وسمحوا لي خلوني نهضر. سمحوا لي مابقاش هاد الدوخه قطع دابا. الله يتشجعوا معنا. شوفوا الحاجه الوحيده اللي غنقول لكم، كنشكر المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وكنشكر كاع اليوتيوبرات وكنشكر عمي تحفه وكنشكر كل شيء. حيد عليا هذا. لا بلاتي. الله يرحم لكم الوالدين. بلاتي الله يرحم لكم الوالدين. وما تشديوش عليا، راه دارنا عامره وانا باقا دايخه. انا كاينه ما طرا ليا والو، ما خديت لا خمس سنين لا حتى حاجه. والله يرحم لكم الوالدين والله ينصركم. وكنشكر اداره السجون اللي تعاملوا معايا هاد الايامات. وكنشكرك اختي ابتسام، الله يرحم لك الوالدين. وكنشكر المصطفى. وكنشكر الفرقه الوطنيه اللي تعاملت معايا مزيان، الله يرحم لكم الوالدين.